متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. فريق مسلسل هم في اجتهاد متواصل لإكمال الجزء الثالث من مسلسل هم المنتظر بثه في شهر رمضان 2022. محمد رغيس وموني بن فغول، وعلى عكس الأجزاء الماضية لاحظ متابعوهم انسجام واضح في الكواليس، حيث صنعا معا الحدث في السوشيال ميديا. شو يجري؟ هيا 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 تيسا خلاص شعرك داخل خلاص بس دي طلعت تيجي شو كان عامل لك شعرك؟ عملت لي مريومة زينة الحومة. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.